طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. وإحنا بالنسبة لنا بالفتح واضحين، نرفض أي تدخل أجنبي في العراق. العراقيين المفروض أن يقوموا تمثال لقاسم سليماني لأن خلصهم من داعش. لا ولا نسمح بأي تدخل أجنبي. الإمام إذا يقول حرب حرب، وإذا صار تدخل أجنبي صدقوني لا استشار في العراق. الإمام إذا يقول صلح صلح، ولا نجاح في العراق. نعم نحن مع الإمام. وشعارنا يجب أن تكون الحكومة القادمة قرار عراقي الامتياز. أهلا بكم الجديد أعزائي المشاهدين. موضوع حلقة هذا اليوم حول تلويح واشنطن لاتخاذ إجراءات ضد العراق بسبب العقوبات على إيران. القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوي هود أكد بأن إيران تضغط على العراق لخرق العقوبات الأمريكية عليها، ولوح بأن العراق قد يعرض نفسه لإجراءات دبلوماسية أمريكية في حال عدم التزامه بتطبيق تلك العقوبات. قال هود في تصريح متلفز مع قناة محلية عراقية يوم أمس بأن إيران تغرق السوق العراقية ببضائعها وتجعل من الفلاحين العراقيين لا يعملون، وتصدر للعراق مواد $20 مليار، والعراق لا يرد بالمثل. أكد نحن أعطينا العراق استثناءات قصيرة الأمد بخصوص استيراد الطاقة من إيران، ونريد أن يقوم العراق بإنتاج الطاقة والغاز دون الاستعانة بأي أحد. أضاف القائم بأعمال السفارة الأمريكية: نتطلع إلى زيارة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إلى واشنطن، ولدينا الكثير من الملفات موضع البحث معه. أوضح بأنه كما قال يقول: نريد عراقا قويا اقتصاديا، وانفتاحه على دول الجوار سيمكنه من الاستعانة به في عدد من المجالات من بينها استيراد الطاقة. أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد بأن إيران تضغط على العراق لخرق العقوبات الأمريكية عليها، وأضاف: نحن نراقب الأمر عن كثب ونتخذ إجراءات بهذا الصدد، ونوقف أي تحويلات إيرانية لشركات وأفراد وخاصة من المرتبطين بجهات إيرانية كالحرس الثوري. حذر: قد تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد العراق في حال عدم التزامه بالعقوبات. أشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني يقوم بتمويل كتائب حزب الله في العراق والنجباء والفصائل المرتبطة بإيران، والتي تقوم كما قال حاليا بالابتزاز وأخذ الأتاوات، وأضاف بأنهم يمنعون النازحين من العودة إلى مناطقهم في العراق، وأكد بأنه كان في مدينة الفلوجة قبل أيام وشاهد أوضاع النازحين التي وصفها بالمأساوية، الذين تمنعهم كتائب حزب الله من العودة إلى مناطقهم في منطقة جرف الصخر شمالي بابل. طبعا واشنطن مددت منتصف آذار مارس الماضي مددت المهلة الممنوحة للعراق لاستثنائه من العقوبات على إيران لمدة 3 أشهر. سياسيون في العراق يؤكدون بأن تلويح واشنطن يأتي في إطار ضغوطها على العراق، حيث أنها تحاول ربط ملف العقوبات مع ملف قانون إخراج قواتها من العراق الذي يسعى البرلمان في العراق لتمريره. معنا اتصال.
صباح من بغداد. تفضل صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هناك يعني تأكيد من قبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوي هود بأن إيران أولا تضغط على العراق لخرق العقوبات الأمريكية، وكذلك حذر العراق من أن يعني هناك إجراءات دبلوماسية أمريكية في حال عدم التزامه بتطبيق العقوبات الأمريكية، خاصة بعد انتهاء المهلة التي منحت على العراق 3 أشهر. طبعا المنفذ الوحيد للحكومة الإيرانية هي العراق. كون العراق تابع إلى إيران سياسيا واقتصاديا وكل شيء يعني استاذ، فالإيرانيين معتمدين على المنفذ الوحيد هو أن صادراتهم والواردات والصادرات راح تكون عن طريق العراق. يعني مثلا بكل المجالات النفطية والزراعية والصناعية أن العراق هو المستثمر والبلد الوحيد اللي أكثر صادرات إيران هي تتجه إلى العراق. نعم. الإيرانيين معتمدين اعتماد يعني كامل على العراق أن يكون منفذهم في الخلاص من هاي العقوبات اللي مفروضة عليهم من الولايات المتحدة وعقوبات أوروبية وعقوبات أممية، يكون العراق هو المنفذ الوحيد لهم للخلاص من هاي الأزمة الاقتصادية اللي يمرون بها حاليا. وأحنا نعرف أن الحكومة العراقية هي كلها حكومة تبعية، الكل موقع وباصم بالعشرة الإيران على أي شيء استاذ. يعني مثلا من ناحية التسهيلات اللي موجودة بالجمارك، من ناحية الفيزا الموجودة، من ناحية أن يكون ممر العراق للصادرات النفطية عن طريق الصهاريج أو عن طريق التهريب بدون علم الغرب أو غيرهم أمريكا. فالإيرانيين عامدين على أن يكون العراق هو ساحة، ساحة مثل تجارية، ساحة تصفية حسابات، ومن خلال عملائهم الموجودين بالحكم اللي هم وصلوهم. وإحنا نعرف أن حزب الدعوة ومنظمة بدر الإرهابية والمجلس الأعلى يعني هم ذول أداة وتبعية إلى إيران، وأي شيء يمر بإيران من ضيق أو حصار أو تنفيذ العقوبات أن العراق راح يكون يعني غير خاضع لهذه العقوبات ويكون يدعون إلى الإيرانيين في سبيل رد الجميل لهم. لكن الأمريكان يعني عامدين يعني من زمن يعني من التاريخ، إذا نذكر التاريخ العقوبات الموجودة يعني من زمن 79 من كانت اقتحموا الطلاب الإيرانيين السفارة الأمريكية في طهران. نعم. صدرت على الإيرانيين يعني عقوبات، عدة عقوبات ومنع مصادرات الإيرانية أن تدخل الولايات المتحدة. بيل كلينتون عندما استلم يعني الحكم من 95 لل 2005 منع التعامل مع الإيرانيين في مجال النفط. يعني أي رئيس حكومة أمريكية يجي يصدر عقوبات على إيران، يعني يعرفون إيران هي اليد، يد الشر بالمنطقة وبالشرق الأوسط. بوش الابن العفو جمد عدة حسابات لشخصيات إيرانية مرتبطة بالملف النووي. باراك أوباما بال 2010 استاذ يعني همين قرر عقوبات، قانون عقوبات شامل الاستثمار في إيران. والكونغرس الأمريكي هم عنده عدة قرارات في يعني إصدار عقوبات على إيران. صراح. أكو نقطة أشارها إلها القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، طبعا مو أول مرة إن كان يعني مسؤول، إن كان على مستوى دولي من ناحية القائم بأعمال السفارة الأمريكية أو مسؤول محلي كما يعني صرح قبل سنتين تقريبا أياد علاوي حول هذا الموضوع، قال بأن الميليشيات تمنع عودة النازحين إلى مناطقهم، وأشار إلى النازحين في الفلوجة اللي هم من أهالي جرف الصخر شمالي بابل. شنو رأيك بهذا التصريح؟ طبعا الأمريكان قارين الساحة العراقية ويعرفون الميليشيات العراقية هي لها اليد في تهجير عدة مناطق وتغيير المناطق ديموغرافيا، يعني جرف الصخر وغيرها من المناطق وسنجار
وعدة مناطق، يعني أهلها بدياله بالذات دياله، عدة قرى بدياله ما حد رجع من عندها بأمر من الميليشيات اللي تابعة لإيران مثل منظمة بدر وحزب الله اللي إجى حاليا هو يمارس أعمال الإرهابية منذ يعني عدة سنوات. فهذول في سبيل تغيير ديمغرافي، ولكن إن إحنا الحكومة شنو إجراءها ضد هاي الميليشيات الطائفية؟ ماكو أي إجراء. إذن الحكومة راضية بتهجير الناس ونزوح الناس وتغريب الناس خارج البلدان. يعني الأمريكان يعرفون شنو الموجود بالشارع العراقي، والسطوة المن السطوة هي للميليشيات الطائفية اللي تابعة لحزب الدعوة اللي يحكم العراق من 2003 ولحد الآن، ومنظمة بدر اللي أغلب قادتها هم ناس مطلوبين، هم لهم القرار الأول والأخير قبل القانون العراقي والدستور العراقي اللي ما يعترفون به. فالميليشيات هي اللي لها السطوة، لا قانون أكو بالعراق، والأمريكان بعلمهم ويعرفون الميليشيات شنو كان دورها بكل المناطق اللي يسموها تحرير. الأمريكان طبعا موثقين كل شيء ومتابعين كل شيء ومشخصين كل شيء تحركات الميليشيات الطائفية بكل المناطق، يعني وعدهم تصوير يعني موثقين على الميليشيات الطائفية وإجرامها بكل المعارك اللي صارت، مع العلم أن الأمريكان كان غطاء جوي من الأمريكان للميليشيات الطائفية، لكن إن ورقتهم ما احترقت بذيك الفترة. كانوا يريدون الخلاص من إرهاب داعش وسطوة داعش بالمنطقة، لكن بالوقت الحاضر إن الميليشيات الطائفية هي اللي تهدد أمن العراق، وهي اللي تحمل السلاح اللي غير شرعي في الشوارع، والاغتيالات اللي موجودة كلها موثقة عند الأمريكان. الأمريكان جادين إنهم في حال بقاء العراق يعني باتفاقه مع إيران بموضوع الطاقة، يعني تعتقد أنه بالفعل راح تفرض عقوبات أمريكا على العراق؟ بالطبع أستاذ، يعني هذا احنا حتى رحت محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي إلى أمريكا، يعني راح بعدة ملفات، يعني من ضمنها اللي قروها السياسيين يقول لك ملف أن استثناء العراق من التبادل التجاري مع جارة السوء إيران، لكن بلا جدوى. محمد الحلبوسي ما أجب نتائج إيجابية للحكومة والحكومة حزب الدعوة في سبيل تجنيب العراق من التعامل مع إيران. العراق إذا ساعد وساند إيران بمحنتها اللي موجودة واللي مفروضة هي من كل دول العالم، ونعرف احنا منه اللي له تاثير بالمنطقه حاليا هم الامريكان. فالعراق اذا جرأ وساعد وساند ايران احنا راح نعرف انه راح ينشمل بالعقوبات كحكومه. أشكرك. يعني أشكرك صباح من بغداد كان معنا، اشكرك. معنا اتصال ابو عمر من السليمانيه. ابو عمر، شلون نشوف الموضوع او التاكيد القائم باعمال السفاره الامريكيه في بغداد جوي هود، والذي أشار إلى أنه في حال عدم التزام العراق بتطبيق العقوبات الأمريكية على إيران سوف يعني تشمل عقوبات دبلوماسية كما وصفها، إجراءات دبلوماسية أمريكية ضد العراق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله صار هذه الجدية أو جادة أو غير جادة، نعم أمريكا جادة، أمريكا لو لم تكن جادة ما كان فرضت هذه العقوبات على إيران، وتيجي إيران تنصاع عندها 12 مطلب عليها أن تحققها، ولا مطلب واحد تقدر تحققها إيران، لأنه تحقيق أي مطلب سيؤدي إلى سقوط النظام الإيراني بأكمله، أي مطلب واحد من هذه 12 مطلب زين، خاصة الأسلحة النووية وغيرها وغيرها. لكن العقوبات الدبلوماسية يعني يعتبرون هذول العصابة الموجودة بالمنطقة الخضراء يعتبرون منبوذين، قد يؤدي إلى سحب السفير الأمريكي من العراق نار أخرى، بحيث وضع حصار اقتصادي بمعنى الكلمة على العراق مثل ما سووها 13 سنة. يقول لك ذولا يلعبون على الإحبار على أساس جايين بآخر الزمان يريدون يصيرون لوتية برأس أمريكا. لا عمو، لا أنتم ما تقدرون لا برأس أمريكا ولا برأس أحد تنزلون يصيرون لوتية. يقول لك نلعب على الحبل الإيراني اللي يهددنا بالقتل، ونلعب على الحبل الأمريكي والخليجي أيضا كذلك. بارحة كان عندهم مؤتمر على أساس كل كذب بكذب. السعودية من اجتي حضرت دول الخليج دول المحيط الأردن والكويت من اجتي حضرت هذا المؤتمر، ما حضرت لسواد عيون
عبدزوية ولا على إيران ولا كذلك. لا، تقول لك إحنا نريد أن تكون هذه محاولة أخيرة، رغم أنه نعلم أنها فاشلة ويائسة وبائسة لا قيمة لها، والمواجهة قادمة، لكن إحنا نريد أن نبين للعالم أنه إحنا ناس مسالمين وطيبين وما عندنا كل حقد وكراهية على أحد، بس نريد أن ينصاع إلى طريق الحق. طريق الحق، إيران ما تجي إلى طريق الحق، ولا هذول العصابة الموجودين بالعراق يجون إلى طريق الحق. والعقوبات قادمة، رغم أنهم تتوعد 3 شهور الأخرى بالشهر السادس. أنت شوف بالشهر السادس راح تجي عقوبات اقتصادية من أمريكا، حتى من دول الخليج. هذه الوعود اللي انطوها العبدزوية والغير على أساس نساعد العراق، هذه ما تتحقق، لأن أنت لتساعد إيران ولا تساعد هذه العصابة أو العراق أو الشعب يعني العراقي. ربما يكون المقابل، يعني مثل ما أشار بعض السياسيين وبعض المحللين، أنه الاتفاقيات اللي صارت عندما زار رئيس الحكومة عادل عبد المهدي السعودية، يعني هاي بمكان هاي، انه هناك اتفاقيات طاقة، السعودية تمد العراق بالكهرباء مقابل يقطع العراق او حكومة العراق تقطع الاتفاق مع ايران باستيراد الطاقة. تقدر؟ والله هي السعودية تقدر، السعودية تقدر تمد، لكن هل خطوط الطاقة راح تكون سليمة من ايدي هذه العصابة؟ بالطريق تفجيرات، والله شنو داعش، والله الوهابية فجروها، والله ما أدري من هو. هذا من سابع المستحيل. أنت يقول لك إذا أنا جبت الطاقة الكهربائية هاي من جد 1000 ميجاوات راحت من عندي، وأنا أخذ مقابلة فلوس من العراق، زين أمصهم مصر، وراح يقول لك إذا ينطون الغاز هذا الغاز مالي ينقطع. فهذولا مستحيل، عندهم خدمهم وحشمهم، زين يقومون بالواجب نيابة عن إيران، شئنا ما بينا، زين. فهذه من سابع المستحيل أن تنجح. أنت إذا يوميا فجرين خطوط الطاقة وفجرين تانكرات الغاز اللي تنقل الغاز من السعودية ومن الكويت إلى العراق، أنت شو راح تحصل بعد بالطاقة؟ ما حد يدز طاقة، ما حد يقول لك يابا إيران ما تقبل. إيران يقول لك داعش والوهابية هم اللي يقومون بها للتحريك بين الدول العربية وبين إيران. هذه الحجة موجودة أستاذ عمر، لكن العقوبات الاقتصادية قادمة إن شاء الله على هؤلاء منبوذين سياسيا بحيث عدم استقبالهم في أي دولة وعدم احترامهم، زين. وكذلك جايك الجوع والعطش والفقر، دجلة راح ينقطع نهائيا. انطاك انذار وتحذير 15 سنة أردوغان بيحذر بيك، بيقول لك ابني لك سد واحد ولو اثنين، ابني لك سدود بسيطة تكلفتها قليلة. زين انتوا 1500 2000 مليار سرقتوها من العراق، ما تقدرون تبني لكم سدين ما يكلف لك نص مليار، سدين ما يكلف لك مو للطاقة الكهربائية، وإنما لحصر المياه فقط، لحصر المياه 15 سنة. بس شوف باشر يطلعون، من ينقطع الماء يطلعون على قناتكم ينبحون أجلكم الله، يقولون والله أردوغان مو شريف، أردوغان لا أشرف معكم، حذاء أردوغان أشرف من 15 سنة. أنا أشكرك أبو عمر من السليمانية، كان معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك ولقياتكم الشريفة وكل العراق. أهلا وسهلا بيك أستاذ. يعني في حالة هي فرضت العقوبات، بس العقوبات على إيران فرضت، يعني ما وصلت إلى يعني إلى النهاية أنه لازم تفرض على الكل. ليش يعني العفو على إيران؟ لأن أكو دول متعاونة ويا إيران وخاصة العراق. لهذا حضر البرلمان العراقي في جلسته يوم السبت، قال احنا عندنا التعاون الاقتصادي مع ايران، ولهذا يعني مترددين، يعني شلون انه في حاله الاستمرار التعاون مع ايران ستفرض امريكا عقوبات اخرى مع الدول على الدول المجاوره اللي تتعاون مع ايران، والعراق اصلا ما يتحمل عقوبات، لان مر بعقوبات سابقه ومر في ازمه نقل السلطة من صدام إلى الحكومة الحالية. فإحنا شعب تعبان، يعني العراق كله تعبان. فإذا إيران مثل أمريكا انطت مدة إلى الحكومة العراقية بإحصائها من قبل بعض الشغلات مع إيران، خاصة الكهرباء وخاصة بعض الشغلات الأخرى، انطتها تمديد مثلا 45 يوم،
بعدين صار 90 يوم والى متى؟ لانه كل شيء ما بده يصير، لانه ايران هي مستفيده من العراق باعتبار سوق تصريف المنتجات الايرانيه اللي وصل الى تقريبا 20 مليار حاليا بعد زياره روحاني. يعني تتوقعين ام عبد الله بعد يعني ما تخلص المده الثلاث اشهر من شهر الثاني والثالث وهذا الرابع، يعني تقريبا راح تنتهي الثلاث اشهر، تعتقدين انه بالفعل الولايات المتحده الامريكيه راح تفرض عقوبات او اجراءات دبلوماسيه ضد العراق اذا ما التزم بالمده المحدده له؟ لان هو استثناء ثلاث اشهر. استاذ هذا يرجع للحكومه العراقيه، اذا هي تريد خير للشعب العراقي انه تقطع علاقتها مع العراق، وهي اصلا ما تقدر تقطع علاقتها لانه اكو اتفاقيات ولازم انه الحكومه العراقيه تكون ملتزمه تجاه ايران. وبعدين امريكا يقول انه من الصعب استئصال قوه ونفوذ ايران في المنطقه، فيجب استئصالها بشكل تدريجي، مثلا فرض عقوبات، جعل الميليشيات والقوات الاخرى اللي غير شرعيه من ضمن قائمه الارهاب. بعدين عندنا السعوديه تريد تقلل نفوذ ايران في المنطقه خاصه دول الخليج العربي، لانه الوطن العربي يعني اصبح السوق لتصريف المنتجات الدول الاجنبيه. فالسعوديه من تريد تتعاون ويا العراق هي انه يجب ان يكون تعاوننا مع الدول المجاوره اذا كان لصالح الشعب العراقي. اولا تفتح المعامل، ليش؟ لانه في حاله فرض العقوبات على ايران وقطعت علاقتها مع الحكومه العراقيه، والحكومه العراقيه اذا تريد مصلحه الشعب العراقي انه لازم تتوقف عن التعامل معه خاصه في الامور الماليه. بعدين احنا عندنا اموال، ما عندنا اقتصاد، عندنا اموال، فلهذا صار العراق سوق للتصريف. يعني وين معاملنا؟ يعني المفروض انه الدول المجاوره اللي تتعاون ويانا انه تفتح المعامل، تفتح المصانع اللي موجوده، تقوم بعمليه تحويل الغاز ليش يحترق الى طاقه. تركيا نفس الحاله، انه ما يصير انه العراق يكون سوق للتصريف، يجب ان تتعاون في اقامه مثل المشاريع السكنيه، اقامه المعامل، تشغيل الاسكان. اسم عبد الله من بغداد كانت معنا اتصال. ابو طه من فنلندا، تفضل ابو طه. السلام عليكم حبيبي. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك حبيب قلبي. العراق صار حش العراقيين وحش الشرفاء اللي صار دفايات لايران، يعني ايران شنو عندهم شيء منتجاتهم اللي تعبان يصدرون للعراق، من سيارات الى مواد غذائيه الى اي شيء يصدرون للعراق، يعني حتى الفيضانات لما يفتحونها للعراق يفيضون العراق، يعني الفيضانات السيوله اللي جتنا من ايران. فإيران معتبر العراق حاوية نفايات لهم بسبب هذا الحكومة العميلة اللي موجودة اللي تابعة لإيران، وما بيتم أي شيء يكون كله بإيد إيران، لأن الحكومة العراقية بس قاعدين ذولا بس أسماء، يعني مثل الشطرنج قاعدين أسماء، أيمت من إيران تريد تحرك هذا وتقدم هذا، تحرك هذا وتقدم هذا. والشعب العراقي قاعد على هالظلم هذا، ينتظر احد ينطي اصلاحات، يعني من الحكومه يريد اصلاحات من الحكومه، الحكومه منين؟ هو اكو حكومه؟ ما عندنا حكومه. نعم. احنا عندنا عصابه ميليشيات مجرمين كلهم من رئيس البرلمان، من رئيس الدوله الى اصغر موظف اللي موجود بالبرلمان. زين ابو طه، ابو طه السفير او القائم باعمال السفاره الامريكيه قال بانه راح للفلوجه قبل ايام وشاف النازحين، قال والميليشيات وحددها طبعا بالاسم حزب الله مرتبطه بايران تمنع النازحين من العوده الى مناطقهم، واشار الى واحده من المناطق وهي جرف الصخر. الامريكان يدرون انه هذه الميليشيات تمنع، والحكومه تعلم، صار لها هاي القضيه يعني سنين بدون أي تحريك، إن كان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولا من قبل الحكومة ولا من قبل الأمم المتحدة. شنو المانع برأيك؟ نعم، المناطق مال جرف الصخر والمناطق اللي ما رجعوا النازحين إلها، هاي المناطق تابعة للميليشيات اللي تابعة لإيران، حزب الله وغيرها وغيرها، يعني الميليشيات الحج وحزب الله،
لتغيير الديمقراطية، تغيير ديمقراطي اللي يجرس أهل السنة في هاي المناطق ويجيبون الباكستانيين والإيرانيين يسكنون في هاي المناطق، وبها مكاسب يعني هاي بها مكاسب للأحزاب اللي حاكمة موجودة. يعني إذا المهجرين رجعوا الأموال اللي مصروفة للمهجرين منهم راح يبقى؟ لأن راح تلغى إذا رجعوا المهجرين ماكو أموال، بينما إذا أكو مهجرين أكو أموال تصرف من قبل المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان المدني. نعم. هاي كلها تنصرف للمهجرين اللي موجودين بالعراق، فدولة إذا رجعوا للمناطق مالتهم فما راح يكون دعم مالي لهذا للمهجرين، فالبوق راح يغلعتهم. فهم لهذا أكثر شيء هذا مسوينها للبوق مال المال. طبعا هو أشار إليها، قال بأنه يعني هذه الميليشيات تقوم بالابتزاز وأخذ الأتاوات ومنع النازحين من العودة. نعم موجودة. نعم. بس موجودة بس بجف الصخر، يعني موجودة حاليا في محافظة نينوى. نعم نعم، هو أشار على المناطق اللي بإيد الميليشيات. نعم، اللي بإيد الميليشيات واللي بإيد القوات الكردية. يعني هسه عندك مخيم حسن شامي مال خازر، موجودين أهل حسن شامي وأهل الخازر وأهل المناطق القرى الموجودة والأرياف الموجودة هناك، يعني بيوتهم تبعد عنهم خلال يعني مسافة كيلومترين أو أكثر يدحقون على البيوت. يعني مثل ما قال المثل بيقول العين تشوف والقلب يشوف، وما يخلونهم يرجعون لمنازلهم والسكناهم لكسب أموال من المنظمات وسرقة الأموال. نعم. للأحزاب الحاكمة، من الأحزاب الكردية ولا الأحزاب الحكومة العراقية. نعم، أنا أشكرك أبو طه من فنلندا كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 1730 أفقي، إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 12380 أفقي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نقرا رسائل واتساب حول هذا الموضوع. يقول السلام عليكم، يقول سبب دمار العراق وخرابه هو جميع الاحزاب الفاسده والعميله، هي من اهدرت المليارات من الدولارات لمصالحهم. يقول هي سمحت للدول بالتدخل في شؤون البلد. نرجو من قناه الرافدين تركيز على الاحزاب وفضحها امام الملأ. نعم، رساله يقول فيها، يقول حكومة العراق مستعدة تبيع الغالي والنفيس من أجل إيران، لأن هي ما خسرانة شيء، أصلتهم تريد تزيد ما تنقص، بس الشعب ما كلها. ويقول بلكي يصحى على زمانه ويثور على الحكومة العميلة. يقول أرجو إيضاح ما المقصود بالعقوبات الدبلوماسية. العقوبات الدبلوماسية يعني مثلا توقيف مثلا سحب السفراء بين البلدين، مثلا أنه الولايات المتحدة الأمريكية تسحب سفيرها من العراق والقائم بالأعمال، وبنفس الوقت ترد على ذلك يعني ربما قد تصل ولو هي مستبعدة أنه طرد السفير العراقي في واشنطن، ولكن هناك يعني إجراءات من ضمنها إلغاء زيارات إذا كانت محددة. هذه المقصود بالإجراءات الدبلوماسية. يقول ليس بجديد موضوع العقوبات المفروضة على نظام طهران ومن يتبعها في العراق، سواء حكومات تابعة لها أو شخصيات أو مؤسسات عسكرية كالحرس الثوري والميليشيات في العراق، وذلك لأدوار إيران وشرها في العراق والمنطقة. لذلك أخي عمر لا نستغرب أن يقوم أتباع دور
أتباع دولة الشر إيران بأي مساعي في أن يخرجوا من دائرة العقوبات لأنها مفروضة على إيران لأنشطتها التخريبية والتوسعية والنفوذ عبر ذيولها في العراق والمنطقة. لذلك الحل الوحيد هو إزالة هذه الطغمة الحاكمة. معنا اتصال زينب من واسط. تفضل زينب. زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. العراق مبيوع للأمريكان. نعم. وأعوانه. وإيران مستفادة من هذا الخراب. نعم. دولة الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة اليوم دولتك تطلب الثقة من 375 نائب الثقة تأخذها، هذا معلوم، ولكن من أختن وطالب الثقة عند الله فقط. نعم. زينب اليوم زينب 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 تسمعيني؟ نعم. احكي وياي باللهجة العراقية تمام؟ خلنا نسولف بالعراقي. اليوم القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق يقول العراق إذا ما يلتزم بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران سوف تتخذ إجراءات ضد العراق. شنو رأيك بكلام القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق؟ كل الأمريكان نعم والعوان مالتهم وإيران كلهم مستفادين من هذا الخراب. نعم. والعراقيين ما مستفادين أي شيء من الإيرانيين والأمريكان. نعم. فإحنا شبعنا رقم وشبعنا أغاني وحبيتكم يخرب بيتكم، لازم إحنا نضمر نطالب بكل قاعدين بالبيت، وأبدي بنفسي أول شيء. نعم. وكلكم كل الناس أخير من عندي، خير من عندي. لازم نتذكر قول الله عز وجل وستكتب شهادة هم ويسألون آن الأوان أن نتذكر يأتي بما غل يوم القيامة. نعم. لذلك علينا لازم إحنا نطالب حقوق العراق ونطالب حقوق الجائعين ونطالب بحق المريض. نعم. وإن شاء الله رب العالمين لا يحسد على هذا الموقف، وإحنا ندري إن يوم القيامة مو باكر، يمكن اليوم، لأن وصية النبي قال يأتي لي غدا أحدكم على ظهري بجمل له رغاء، معناته لا يأتيني أي واحد من عندكم يوم القيامة على ظهره بشيء، كل شيء ما يجيني. نعم. أنا أشكرك زينب من واسط كانت. نعم. أكيد طبعاً كل من يجي ويتحاسب يوم القيامة. أشكر زينب من واسط كانت معنا. رسالة يقول فيها أخ عمر هو أكو مسؤول بالعراق مو ولاء الإيران، هو أصلاً ما يستلم منصب إلا بموافقة إيران حتى النواب السنة، والدليل تصريحات أياد علاوي عراب الاحتلال أخي اللي يحكم العراق المذهب وليس القانون. يقول إن فرض هذه العقوبات الدبلوماسية خير دليل تثبت به الحكومة العاملة ولاءها وتضحيتها ورد الجميل إلى إيران، وإن فرضت لا تمثل لها شيء. رسالة يقول فيها ما فائدة المؤتمرات الدولية التي تعقد في العراق؟ الحكومة تهدر المليارات لمؤتمرات لا فائدة منها، بدل أن تصرف هذه المليارات أو أن تقوم بصرف هذه المليارات لمؤتمرات، كون تقوم بصرفها على المتضررين وعلى من السيول وعلى النازحين وتعويض أهالي المحافظات المدمرة. مع الأسف العراق مقيد من قبل الأحزاب الفاسدة وهي صاحبة القرار وأعلى من سلطة القانون. طبعا عضو الحزب الشيوعي في العراق بلال العلي يعني
قال بأن الولايات المتحدة غضت الطرف عن توقيع العراق لاتفاقياته الأخيرة مع إيران، ومن ثم مددت له مهلة التعامل معها من أجل ممارسة الضغط عليه ومساومته في حال إقرار قانون إخراج قواتها من العراق، وبين بأن العراق سيجد نفسه مجبرا على عدم تمرير هذا القانون، لأنه في حال تمريره فإنه سيضع نفسه بزاوية ضيقة ويجب عليه الالتزام بالعقوبات ضد إيران رغم اتفاقياته معها، وهذا الأمر صعب للغاية. أكد على أهمية أن يبتعد العراق عن دائرة الصراع الأمريكي الإيراني، وأن يبحث عن مصالحه الخاصة لا مصالح الدول الأخرى. ودفعت كتل سياسية في العراق خلال الفترة السابقة كما معروف باتجاه تشريع قانون لإخراج القوات الأمريكية من العراق، وهذا الأمر سبب بانقسام سياسي بين الكتل، بينما أبدت يعني أخيرا الكتل المصرة على الإخراج ومنها قيادات ميليشيات الحشد الشعبي يعني أبدت مرونة تجاه ذلك. مراقبون يرون بأن تقديم السعودية عرض تزويد العراق بالكهرباء والغاز بأسعار مخفضة يأتي ضمن محاولات أمريكية لسحب البساط من تحت الحكومة في العراق، التي تؤكد مرارا على عدم وجود بديل عن مصادر الطاقة الإيرانية حاليا، وأن إيقافها سيدخل مدن جنوب ووسط العراق بأزمة طاقة. معنا اتصال أم أزهار من بغداد، تفضلي أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بيك. أحييت وحديها الناس العظيمة وعاقل بيها. أهلا وسهلا. بالنسبة للعراق، العراق طول ما هالأحزاب موجودة، طول ما هالعصابات موجودة وتفال وفقتها ويا إيران، إحنا ما يتفهم خير. أحسن ما سووا هالمؤتمر وصدوا هالمؤتمر وصدوا هالفلوس كلها، كان جاءوا النازحين وبنوا بيوتهم وقعدوهم يموتون من الحر الصيف وبرد الشتاء والمطر والسيول، وكان سوالهم جسور، كان سوال شارع للسيول، كان سوال حقات، كان سوال مدارس للأقل فعلا يحبون العراق ويحبون أن ينمون. لكن هاي الإصابة موجودة، ما ينفع ما يصير ولا ينمى ولا يصير بأي شيء من هذا اللي هم يردون تدمير العراق من قبل إيران. إيران هي داعمة إلى العراق، إيران هي تعاقم العراقيين، وهذا تريد تسوينها منسب للسعودية وغير السعودية والدول اللي هي واجهة لها. لكن احنا نقول للشعب العراقي اصحى، كلها هذه كلها تخدير لك يا شعب اللي قاعد بطال عطال، يا شباب اللي قاعدين بدون اي 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 شغل زين. اي شيء. ام ازهار خلينا نوصل بالموضوع، شنو رايك بحديث القائم باعمال السفاره الامريكيه في بغداد؟ القائم بالعمل الأمريكي هو عنده فد نظرة خاصة على إيران، عنده عقوبات على إيران، لكن العراقيين مدى ينفذون هذا يساعدون العراقيين، لكن إذا هم نفذوا الحكم علينا إحنا خلونا بالعقوبات، إحنا يعني إحنا متدمرين، شو نتدمر بعد أثر؟ نتدمر ها؟ شو يريد يصيرنا بعد أثر؟ بكل الجهة. نعم، أنا أشكرك أم أزهار من بغداد كانت معنا. معنا اتصال أبو مصطفى من الموصل، تفضل أبو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ العزيز، بالنسبة لإيران هي من أول يوم من الاحتلال الأمريكي هم احتلوا العراق، أما الاحتلال بالنسبة للإيراني للعراق هذا مو سوش الإيرانيين، سوش العرب الخونة حتى قسم من العراقيين. يعني نرجع ونقول لولا توقع العرب ويعتبروهم هم فد إله لهم ما كان صار بينا كل هذا. حسا يلا حسا والعرب وهم قسم من لحد الآن ما ينطر على إيران، قالت هي الدولة الإسلامية، أي إسلامية هذه؟ هي اللي تعرف الإسلام ما تقتل وتشرد تنهب وكل الأساليب البعشة اللي ما يرضى الله ولا يرضى عبد اللي شوية عنده ضمير. أي إسلام هذولي؟
يعني من نرجع نقول العرب حتى السفارات العربيه الدول العربيه ليش تقبلوا سفاره ايرانيه؟ والله يفرض يعني لو هم عرب وشرفاء صحيح حكام احنا ما نقول العرب لان ما نريد نجمع على الشعوب مغلوب على امرها مثل ما احنا مغلوب على امرنا اليوم. لولا الاخوه اللي موالين العرب للاسف نقولهم عرب هم مع الاسف هم عرب لو عرب شان تضل غير على عربيتهم يعني ايران خلت بيناس لحد الان هي حتى المناهج التعليميه دخلت بيها يعني ترجع الاجوال قاعد تدفعها الفاكهه والخضروات تدفعها كلها بيها اكثرها بيها السم للعراقيين يعني ما خلت موقع ما خلت مكان ما خلت بيت الا ما هي مدمرته ايران ثم نرجع للدول العربيه مسوين رؤساء برلمانات مع الدول المشاوره نعم من اللي يريدنا احنا من اللي يتعاون الا كله يشوف يشوف لكن احنا العراقيين نبنى على يدنا والله السبب احنا فينا الضعف اللي دايوان يقول الخميني صلى الله عليه وسلم ويقول الامام السيستاني ما ينطي جهاد ضد الامريكي اسع بالنسبه لايران يلا خلي نسمع يلا يا عرب الشيعه ما اجل احترامك للطبيب اللي بيكم لا تعالوا خلي احكي لكم يلا مثل ما فتح ضد الدواعش امنا بالله الدواعش مو خشواتهم هم ايضا مدفوعين من قبل ايران والصهاين احنا كل انت نعرفه حتى الجاهل أبو مصطفى القائم بأعمال السفارة الأمريكية قال الميليشيات الحشد تأخذ أتاوات وتأخذ فلوس من الناس بالمناطق اللي مسيطرة عليها نعم شنو رأيك بهذا الكلام؟ نعم كله صح هسع مكاتبه من حد الآن هسع بالنسبة للمحافظ لينة وحشلك حصلك محافظ نعم. لينة وهو كان هو ياهم ايش يقول لهم لازم ينفذ وكل الشركات ما المحافظ لينة وليس قالوا على الساس هم اللي بيها وظهروا هو منه العاملي وخزعبلي هذول زيادهم هو ظهر محافظ وهسه عليه يرجع يعني طالب الرجوع شوف المهزله شوف المهزله وين قالوا انطوا على قرار قبض وين ما انطوا ما حد يعزنا ارجع النواب شوف شو بالموصل دمار الموصل هم الميليشيات هم اللي سلموها للدواعش بفبركه من ايران وامريكا واسرائيل وجابوا ابناء الجنوب ضربوا ابناء السنه حتى تصير فتنه لحد الان الفتن قائمه وبالجنوب سبق وان قلنا في هناك كاتب بالبصره غير مواد هي الاشعال الفتنه بين العشائر شلون كانوا يعملون قبل الاسلام اليهود ابو مصطفى من الموصل كان معنا اشكرك معنا اتصال ابو طارق من السليمانيه تفضل ابو طارق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله والله حبيبي طبعا ايران ما راح يصير عليه حصار ما دام هذول الساسه موجودين وخاصه الساسه السنه يعني العراق هو المتنفس الوحيد لايران واحنا ما خلص من هذا الجار السوء ايران الا اذا تخلصنا من الساسه وخاصه الساسه السنه ولا قدر وحزب الدعوه هذول احنا فاهمينهم هم تبع لايران لكن الساسه السنه يعني انا ما ذابح غير هذا الحلبوسي يعني انت ممكن تخش وليد وحطوك محافظ انت اصبرك وخلاك تصير رئيس برلمان ورحت على ما يقول تركع للايران يعني هذا ينتخبونه قبل الانتخابات يجيك بشهر او بشهرين قال لك ايش تبي شوارع تبليط مدارس اي شيء تحتاجه انا حاضر ورا الانتخابات طلع قبر للالهه مالتهم هذه هو الايران وراح قام ينفذ المطالب مال ايران فايران ما اعتقد بالنسبه لايران ما راح يصير عليها يعني الحصار ما دام هذول الساسه موجودين. العراق مصدر عقوبات من امريكا برايك؟ نعم. على العراق مصدر عقوبات؟ من قبل امريكا؟ الساسه اذا كان ولائهم للبلد مالتهم الى العراق اعتياد راح تصير العقوبات على ايران، لكن الساسه ما دام ولائهم الى ايران فما اعتقد راح تصير هناك يعني عقوبات قويه على ايران. نعم، انا اشكرك ابو طارق من السليمانيه كان معنا، يقول ابو محمد في رساله يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يقول العراق ما تفض قضيته والحاكم هو الحشد. نعم، وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول تصريحات القائم باعمال السفاره الامريكيه في بغداد، وقال بانه سوف تتخذ اجراءات دبلوماسيه في حال عدم التزام العراق بالعقوبات الامريكيه على ايران، وتحدث كذلك عن تصرفات ميليشيات الحشد الشعبي ومنعها للنازحين من العوده الى مناطقهم واخذها للاتاوات
والأموال من الأهالي المتواجدين في المناطق المستعدة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.